السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف موقع بيحول البرومت مش لصورة لفيديو اسمه بيكا. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نجرب. هو بيقول ان في امكانية اللي هي ريبرومت او ريتراي اب سكيل اد، تقدر تضيف ثواني. كل دي امكانيات موجودة نقدر احنا نستخدمها. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نجرب، فهو عامل لنا فيديو كده عشان نشوف الموقع. ودي بيقول لي أمثلة لناس عملوها، فأنت تقدر تقول له أنا عايز تاخد نفس البرومت وتكتبه، هو كاتب ستوب موشن وهكذا، فتقدر تنسخ البرومت لو أنت حابب. تمام، خلينا نشوف مثلا ممكن تقول له أريدو أو إيديت أو زود لي 4 ثواني. ده ماي لايبراري الفيديوهات اللي انا عملتها، فهقول له جيت ستارت. فبيقول لي اختار الشخصية الاساسية اللي انت عايزها، مثلا كاوبوي، ومفروض ان هو يعمل ايه، بيبتسم مثلا للكاميرا، عايزة على شكل 3D ولا انمي ولا. تمام، كتب لي الكلام، تقدر تحذف تعدل فيه، وقول له جنريت فيديو، فيبدأ يعمل لي الفيديو مخصوص ليا. طبعا الفيديو هياخد وقت لان الثانية الواحدة بيكون فيها تقريبا يعني 25 صورة، فده بياخد وقت زي ما شايف. ممكن لو ما عجبتكش تقول له ريتراي، بتبدأ تديله عدد معين من النجوم، يعني الفيديو يستحق كام نجمة. اديت، عايز ازود ثواني. هو طبعا في نسخة مجانية دي اللي انا شغال عليها، لو انت عايز نسخة افضل نعمل ابجريد. هو مديني عدد معين من الكريدت. طيب خلينا نفتح واحد تاني جنبيها عشان نشوفها بكام. البيزك بيديني 250 انيشال كريدت ريليتد تو 30 دايلي، كل يوم 30. ممكن يعمل لك سينك للشفايف، حركة الشفايف مع الشكل اللي موجود، بس ده هيكلفك نقطتين كمان. وتقدر تعمل داونلود للفيديو ونرفعه على القناة بتاعتك. تمام، الستاندرد $8 في الشهر، في انليمتد $28 في الشهر. ده طبعا بيحاسبك في السنوي، بيبقى اكتر لو حسبته بالشهر في شهر. يعني نرجع بقى، عمل لي مثلا الفيديو دوت، وطبعا اللوجو موجود. ممكن تقول له انا عايز اعمل اب سكيل او عايز ازود 4 ثواني، فبدل ما هو 3 يبقى 7. ممكن تقول له اديت او ريبرومت، عايز اغير مثلا اديت. تمام، فتقدر تعدل، ممكن ترفع له صورة تانية، تحذف ساوند افكت، عايز اعمل ليب سينك، اكسباند كانفا، موديفاي. طيب هقول له عايز ازود 4 ثواني. تمام، ايه تاني ممكن تعمل؟ اكسباند يعني كان عدسة الكاميرا مثلا عملت زوم وبدأت تشوف حاجات اكتر. ساوند افكت، مؤثرات صوتية، انت عايز ايه مثلا؟ تمام، يبدأ يعمل لك صوت، فاعمل الاصوات تعالى. طيب انا مثلا عايز دوت، فاختار الصوت، اتشته فيديو، فكده بقى معايا فيديو ومعايا الصوت بتاعه. ممكن بعد كده احطه اب فولدر او اب سكيل، اعمل الفيديو بجودة اعلى. اتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله.